راح انظف لك واحدة. اوكي. وانت راح تسويهم كلهم بس بالتدريج، يعني لما بتنظف تقصهم، تقصهم لازم كلهم مع بعض. اوكي. لما بتشيل القشر اللي عليهم كلهم مع بعض. لما تقص بطنهم كلهم مع بعض، بعدين تبلش تطلع اللي ببطنهم واحدة واحدة. طلع اللي ببطنهم واحدة واحدة، بعدين تبلش تنظف بطنها، ما تغسلها بعد. طلع البطنها بيدك مو بالسكين، بعدين راح تستخدم السكين. الحين مثل ما راح تشوف انا قاعد اسوي، راح تسوي لي اياه بعدين. لما تنظف هايتي شطفه صغيره عشان شنو فيها وسخ يطيح. استعمل هذه سكين صغيره تفيدك اكثر، راح تخدمك. تقلبها. حلو. شوفوا شلون طلعت الوسخ، وبعد فيها وسخ راح اطلع لك اياه تنصدم وين يكون. معاكم احمد الفلشاوي من مواليد جزيره فيلتشا اللي هي موجوده في الكويت. طبعا انا مقيم، كنت جوازي عراقي، انولدت في هالديره وما سافرت باي ديره، حتى ديرتي اللي هي العراق الاساس ما سافرت فيها، فعرفت ديرتي انها هي الكويت. طبعا انا لما جيت امريكا صعب اني اكون طالع من ديره عزي وديره الكويت واجي امريكا اشتغل عند فلان وعلان، معنى باللهجة الكويتية فلان وعلان. طبعا انا انصح اي احد يبي امريكا انه ما يشتغل عند احد، يا انه يفتح له بزنس خاص او يشتغل له بزنس. في وايد طريقة انه تشتغل، مو شرط شركة او محل، في شغلات تكون خاص لك. فلما جيت سويت لي البزنس وفتحت لي مطعم، فتحته باسم الكويت، ما فتحته باسم اي ديره. انا عندي 5 اولاد وعندي بنيه واحده، والبنيه ما شاء الله كبرت الحين، يوم كانت صغيره كانت بابا تقول لا تجيب بنات، خليهم صبيان عشان اكون انا الوحيده بينك يعني. ففكرت الاسم شنو اسميه، حتى المطعم يوم سميته مأكولات الخليجيه، ما سميته مثلا هو مأكولات خليجيه، لما انت تي تاكل بتسالني من وين يعني الخليج، اقول لك الكويت. فقلت احط اسم شنو؟ احط ندى لان هي بنتي الوحيده. مطعم ندى يتميز طلبيات كثيره من الجاليه العربيه، سواء من اي بلد، السمك، الربيان، هذا ما يتوقف، اذا يوقف عندي يوم واحد السمك والربيان بيصير عندي التسويق والدخل قليل، لان السمك نمبر 1 والربيان نمبر 2. اللحمه هم لها طلب، سواء من الجالية العربية مع الدجاج، والجالية الأجنبية كثير بيحبوا الدجاج واللحم وبياكلوا السمك، بس العرب بيميلوا أكثر للسمك والربيان واللحم، أما الأجانب دجاج ولحم وسمك، وهي يعني مخلط. بس الطلبيات إذا بنقول باليوم كم بنطلع، نطلع سمك أكثر من اللحم والدجاج، لأنه نقول اليوم موسم السمك، ممكن بكرة يطلع كله لحم ما تطلع سمك. طبعا أنا بحط معاه خضروات كثيرة عشان الدقاق، تعرف مش زي الدقاق العرب، يشيل مسفارة كثير منه لما احط الخضروات. طلعت من الكويت احبها واعزها وما عندي اي مشكلة، وراح ارجع لها. ما راح اخضر انا في امريكا، اقعد لي 5 سنين، بعد 3 سنين 4 سنين ارجع الكويت. لما تركب العباره احنا اللي نسميها السفينه، وتقول رايح فيلتشا، وتقرب على فيلتشا ويصير على يسارك مسكان، فتقول فيلتشا والخبر بان، الخبر هو يم فيلتشا بس على زاويه، فيلتشا والخبر بان، مساك الله بالخير يا مسكان، لان مسكان على يساري، مساك الله بالخير يا مسكان، لا تلوموا قلبي لو بكى، عمري وحياتي فيلتشا، هذه فيلتشا. عرفت الذكريات هي تبكيك، يعني لما يكون انسان عنده ذكريات مدفونه بطفولته يبكي، فيلتشا هي حياتنا.
شاء الله.